زيارة إلى كنيسة سانتا كروز بمرتفعات جبل مرججو وجمال خطبة عبد الحميد بن باديس والحمامات التركية بالحي التاريخي لسيدي الهواري ومجموعة أخرى من معالم مدينة وهران، كلها معالم أثارت إعجاب الفريق الصحفي الصيني الذي يقوم بتصوير فيلم وثائقي باللغة الصينية حول السياحة في الجزائر والتعريف بالباهية وترقية صورة المدينة كوجهة سياحية مهمة. في إطار التبادلات الثقافية والسياحية، وفد من صحفيين صينيين يجوب ولاية وهران من أجل إعداد فيلم وثائقي في إطار تعزيز السياحة في الجزائر عموما وخاصة منها ولاية وهران. الرحلة الاستكشافية للمعالم التاريخية الثقافية والدينية لمدينة وهران يشرف عليها كل من وزارة السياحة والصناعة التقليدية ووزارة الشؤون الخارجية وسفارة الجزائر بجمهورية الصين الشعبية. الجزائر هي أول بلد إفريقي أزوره، هو بلد جميل جدا وحضاري. أثناء زيارتي لها وجدت أمورا جميلة عكس ما كنت أتصوره في السابق. وهران مدينة سياحية مهمة جدا، وقد وجدتها مختلفة جدا عما كنت أتوقعه، فهي تجمع بين التاريخ والحضارة، وهي مدينة عصرك. كما ستتواصل الرحلة الاستكشافية في العديد من الولايات كالجزائر، تيبازا، مستغانم، تلمسان، غردايا وتمنراست. مبادرات مثل هذا النوع قد تعطي نفسا جديدا للسياحة الجزائرية وقد تجعلها قبلة للسياح الأسيويين.